عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد مولانا ومقتدانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر سلام الله عليه، انطلاقا من الآية الكريمة نتناول مظاهر من شخصية الإمام الباقر، المظاهر التي نحتاجها في حياتنا هذه. القرآن الكريم يبين لنا مواصفات خاصة لأهل الفلاح والنجاح، مواصفات خاصة للمؤمنين الذين يأتون في المرتبة الأولى، ويؤكد القرآن على أن أهل الذكر هؤلاء الذين جعلهم حكما، واسألوا أهل الذكر للمسألة لابد أن تكون فيهم مواصفات خاصة. شنو هي هذه المواصفات؟ ذكرها في عدة آيات، منها هذه الآية. الآية شنو؟ والكاظمين الغيظ. فإحنا نريد أن نبحث سجايا الإمام سلام الله عليه، مظاهر الإمام من الكرم والحلم والعبادة والصبر، هذه السمات العامة لنكتشف شخصية الإمام الباقر سلام الله عليه، ونتعلم المراد من عقد هذه المجالس. شوف إحنا يعني الموالين لآل البيت سلام الله عليهم يدأبون، يحرصون حرصا شديدا على إقامة مناسباتهم. شوف إحنا في المأتم، أنا وياك في المأتم، كم واحد ما يتجاوزون؟ عدد قليل جدا. انبث إلى المؤمنين في المنازل، وهذا يدل على ماذا؟ على تأكيد الموالاة لأهل البيت سلام الله عليهم. إحنا روح قلبنا المآتم. شوف أنت عبرة المؤمنين لحرمانهم، ها؟ هذا المرض حرمهم أن يجتمعوا، نسأل من الله أن يفرج عنا يا الله. قبل أن نبدأ هذه المواصفات، أريد أن أقدم مقدمة لأعرف شخصية الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر هو ابن الإمام زين العابدين، وإذا أعملنا المقاييس الوراثية المادية لوجدنا هذا البرعم، هذا المقدس، يولد في بيت من أجل البيوت. ومن كزين العابدين؟ ها، أعبد الناس، أكرم الناس في الخلق، أعلم الناس في الفقه، هذا من جهة الأب. أما أمه فهي فاطمة بنت الإمام الحسن، اللي يقول سلام الله عليه الإمام الصادق في حقها: إن جدتي صديقة، يعني ارتقت إلى مراتب الصديقين، ولا يوجد في آل الحسن مثلها، ما عندنا مثلها. وكان سلام الله عليه أول علوي من علويين اجتمعت فيه سمات الحسن وسمات الحسين سلام الله عليه، جده الحسن وجده الحسين. عاش سلام الله عليه 57 سنة، ولد في غرة رجب سنة 57 للهجرة، واستشهد بأبي وأمي في السنة 14 بعد 100 للهجرة، في 7 من شهر ذي الحجة. فعمره الشريف 57 سنة. بقي مع أبيه الإمام السجاد سلام الله عليه إلى سنة 95 هجرية، ثم صار بأبي وأمي، تولى قيادة الأمة لمدة 19 سنة. 19 سنة هو الإمام سلام الله عليه. من أهم ألقابه الباقر، وسمي الباقر بالباقر كما يقول ابن منظور المصري في لسان العرب،
قال لأنه بقر العلم، أي توسع فيه وأظهر مخبآته. ابن حجر العسقلاني ماذا يقول؟ يقول لقد أظهر أبو جعفر محمد بن علي الباقر من مخبآت المعارف ولطائف وأسرار الكنوز واللطائف ما لا يكاد يخفى إلا على فاسد السريرة ومنطمس البصيرة. هذا هو الإمام الباقر سلام الله عليه. ابن عطاء المكي، هذا فقيه من الفقهاء الكبار عند المسلمين، يقول ما رأيت العلماء أصغر منهم عند أبي جعفر، ولقد رأيت الحكم ابن عيينة. هذا الحكم ابن عيينة من الفقهاء المدنيين المعروفين، يجلس بين يديه كالصبي بين يدي معلمه. هذا هو الإمام الباقر. والحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب فيه جابر ابن عبد الله الأنصاري، يا جابر إنه يوشك أن تبقى حتى تدرك ولدا من ولدي الحسين يقال له محمد، محمد ابن علي ابن الحسين، هذا يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يؤكد على قيمة العلم عند الإمام الباقر سلام الله عليه. وأكثر مروياتنا، أكثر مروياتنا في زمن الإمامين الصادقين الباقر والصادق والإمام الرضا، أكثر مروياتنا والإمام الجواد، هذه أكثر مروياتنا. شوية الشيعة عاشوا شوية متنفس فصارت المرويات كثيرة. هذه بشكل عام سيرة مختصرة للإمام سلام الله عليه. الآن نأتي إلى مظاهر الرحمة، مظاهر الخلق، ها؟ مظاهر التي جسدها الإمام سلام الله عليه، وهي التي تتجسد في أهل الذكر اللي احنا نسألهم. مو القرآن الكريم يقول لنا سألوا أهل الذكر، وخلى لنا مواصفات خاصة لهؤلاء، ها؟ لهؤلاء الصفوة اللي احنا نسألهم. شنو هي المواصفات؟ أولا من خصال ومن مظاهر سيرة الإمام سلام الله عليه الكرم. علماء الاجتماع يقولون بين الكرم وبين الاقتصاد علاقة غير منطقية. شلون يعني؟ يقول لك يعني أهل الاقتصاد يهتمون بجمع الأموال، الكرم شو يسوي؟ يقصر من هذه الأموال. فالكرم من حيث المنطق الاقتصادي هذه صفة غير حسنة، منطق الاقتصادي الرأسمالي طبعا ليس الإسلامي. إذن يسألون ما هي العلة اللي تخلي الناس ينفقون؟ ما في أحد يحب أن ينقص ماله، وتحبون المال حبا جما. هذه دراسة جرت في جامعة زيورخ. ماذا تقول الباحثة؟ تقول الباحثة وجدت بعد دراسة لأعصاب الدماغ، وجدت أن الإنسان عندما يعطي المال، عندما يكون كريما يصير عنده هرمون السعادة زايد. فبين الكرم والسعادة علاقة متينة جدا، ها؟ هذه علاقة متينة. ولهذا احنا نشوف الكرماء الكريم اللي ما شاء الله مبادر، عنده كرم في المال، عنده كرم في مساعدة الكريم، هو كريم تشوفه دائما سعيد، سعادته بكرمه. إذا نقصت أمواله يقول والله أنا بعد نقصت أموالي، مو خايف على نقص المال، ها لا، خايف على أنه ما يصير كريم. ولهذا اشتهر حاتم الطائي بالكرم. ليش؟ لأن ما عنده إلا ناقة واحدة ينحرها، ها، فدوة لهذا الضيف. ليش؟ لأنه هكذا يكون سعيدا.
احنا لما نجي الى حياة الامام الباقر سلام الله عليه نشوف هذه المظاهر العظيمة للكرم. مو النبي صلى الله عليه وآله يجيه واحد رجل يجي الى النبي صلى الله عليه وآله يقول له اي الناس اعظم ايمانا؟ من اللي اعظم ايمان؟ شوف وجهة نظر الدين الى الكرم. يقول صلى الله عليه وآله أعظمهم إيمانا أبسطهم كفا. كل ما كنت كريم كلما أرضيت الله سبحانه وتعالى وكنت سعيدا في الدنيا. يقول الباقر سلام الله عليه أنفق وأيقن بالخلف من الله سبحانه وتعالى. من أيقن الخلف جاد بالعطية. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أنفق وأيقن بالخلف من الله سبحانه وتعالى فإنه، الكلام هذا مهم جدا، فإنه لم يبخل عبد أو أمة بنفقاه فيها رضا الله إلا أنفق أضعافها في سخط الله نعوذ بالله. وهذا حث أكيد على ضرورة الإنفاق في سبيل الله. إخواني إحنا في خلال هذه الجائحة محتاجين إلى التكافل الاجتماعي بصورة أكيدة وحثيثة، وهذا بنشوفه عند الإمام سلام الله عليه. إذا إحنا ما التفتنا إلى بعضنا البعض من اللي يلتفت لنا؟ الكرم يظهر هنا خصوصا في هذه الجائحة. كم من فصلوا من أعمالهم، كم من ما عندهم أي عمل، دولين اللي وصلون إلى المشاوير وغير المشاوير ما عندهم أي أعمال. نحن نحتاج إلى أن نقف معهم. الغني يخلي عينه على الفقير. هذه أخلاق الإسلام. الكرم، كرم صفة عظيمة. الإمام الباقر جسد عدة صور لهذه الكرم. أول صورة من صور الكرم إكرام الفقير نفسياً قبل أن يكون مادياً، إكرمه معنوي. يقول لأهل بيته إذا جاكم الفقير إياكم ثم إياكم أن تظهروا ذل السؤال عليه. يعني أنت إذا بتعطي فقير لا تعطي بصورة يكون فيها ذليلاً، ولا تقل له خذ. الإمام الباقر يقول لهم لا تقولوا له خذ يا عبد الله، لا تقول له خذ، لا، بل قل يا عبد الله بورك لك وفيك. شوف الكرم، كرم أخلاق بالإضافة إلى كرم مال. بورك لك وفيك وسموهم بأحسن أسمائهم. طيب الصورة الثانية كان عتاقا للعبيد، معروف الإمام. وبالمناسبة الإمام الباقر كان غنيا. الأئمة بعد الإمام أمير المؤمنين كانوا أغنياء. الإمام الباقر كان عنده بساتين، كان ينفق، ما كان فقيرا الإمام سلام الله عليه. كان يعتق العبيد، يكثر من عتق العبيد. الخصلة الثالثة، المظهر الثالث، كان يصل أصحابه. اجي لواحد يقول لي يا ابن رسول الله إني أشكو الفاقة وقصر الإخوان، أخواني مقصرين وياي واجد، مقصرين معاي واجد، أنا أشكو الفاقة، إخواني تخلوا عني. فقال الإمام بئس الأخ يرعاك غنيا. هذا بئس الأخ، أخو يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر له ب700 درهم، وهذه مهمة جدا نقولها. 700 درهم يعني شنو؟ 700 درهم، 700 درهم يعني بحيث تغنيه. أنت تارة يجيك فقير، ممكن أنت تعطيه 100 دينار تقول له تفضل، لكن هذا بيحتاج مرة ثانية. كرم أهل البيت سلام الله عليهم لا يعطون القليل، لا، ما يعطي القليل، يعطي المال حتى يغني، يغنيه بحيث أنه ما يحتاج مرة أخرى، يسد حاجته. ولهذا أيضا من
من السمات اللي لابد أن يتحلى بها أولياء أهل البيت، أنهم إذا جواحد إلهم محتاج حالة ضعيف، إذا قدر يشوف له شغلة يشوف له شغلة حتى لو فيها بذل ما وجه. أنت تعرف لما أنت تتوفق وتشغل واحد ها تسهم في عمله، كل راتب يصرفه لك فيه الأجر والثواب، حتى إذا مت يصير مثابة الصدقة الجارية إليك. هذا هنيئا للي يتوفقون إنهم يبذلون ماء وجوههم ويشغلون ناس، هذا هنيئا لهم. كان كرمهم فرع من كرم الله، كانوا إذا تصدقوا على أحد يسدون حاجته وعوزه، خصوصا في يوم الجمعة. يقول الإمام سلام الله عليه: الصدقة يوم الجمعة أضعاف بقية الأيام. دائما كان يتصدق كثيرا بأبي وأمي، هذه صفة الكرم بشكل عام. انجي إلى صفة أخرى عند الإمام سلام الله عليه، وهي صفة الصبر. كان بأبي وأمي صابرا. الصبر لما نجي إلى هذه الصفة العظيمة، نجد التراث أو نجد الروايات الشريفة تؤكد عليها وتربطها بالإيمان. كذلك كما يربط الكرم بالإيمان، يربط الصبر بالإيمان. فالإمام سلام الله عليه في كذا رواية في تراثنا يقول إن المصيبة إذا وقعت هي وقعت خلاص، إذا صبر فله الأجر، وإذا جزع فما إلى شيء، يحبط من عمله كأنما هو ساخط على الله، عياذا بالله، كأنما ساخط على الله. الصبر على المصيبة، في الرواية الصبر على المصيبة أحسن خلل الإيمان وأشرف خلائق الإنسان، يقول علي سلام الله عليه. ولما تشوف الصبر، أنقل لك حادثة تبين فيها صبر الإمام سلام الله عليه. أقول لك كان الإمام سلام الله عليه داخلين عليه جماعة موجودين، شافوه مغموم، شافوه مو في حالة الطبيعية، قالوا له: سيدي ومولاي جعلت فداك، نراك على حالة غير هذه الحالة، إنا نخشى عليك. فقال لهم: لي ولد أثير عندي، أنا عندي ولد أحبه وهو مريض، وأسأل من الله أن يشفيه، هو مريض. وشافوه في حال غير الحال، شوية وإذا بالصيحة داخل الدار، صيحة داخل الدار، ذهب بأبي وأمي الإمام إلى داخل الدار، ما عندكم؟ وإذا بالولد قد مات. الله أكبر. يرجع الإمام بأبي وأمي، شافوه على حالته الطبيعية، في شيء زعجه لكن على حالته الطبيعية، صار أحسن، شافوه في حالة طبيعية. فقالوا له: ما لنا نراك قد تغيرت، مو قبل أنت كنت بادي عليك الكآبة مهموم، ما لنا نراك قد تغيرت. قال لهم: إن ولدي قد مات، كنت أمرتهم أن لا يصعدوا بالأولاد إلى السطح، وكيف ما كان الجارية حملت هذا الطفل فسقط منها ومات. فقال لهم: لقد مات الولد، الولد راح بعد. فقالوا: عجبا سيدي، هذا عجيب منك. قال: اعلموا أننا ندعو الله بما نحب، هذه قيمة مهمة، ندعو الله بما نحب، فإذا نزل ما نكره سلمنا إلى ما يحب. احنا نسلم، التسليم أمر مهم جدا في البلايا والرزايا. وانجي إلى صفة أخرى من صفاته سلام الله عليه، وهي الحلم.
صفة الحلم من أهم الصفات. الحلم ما هو؟ الحلم ضبط النفس عند الغضب. ضبط النفس عند الغضب. شوف الحلم، هذه الجارية لما أسقطت الولد بالخطأ، هي ما تدري، يقول الإمام سلام الله عليها، سلام الله عليه، يقولون توجه إليها قال لها لا بأس عليك، أنت حرة لوجه الله. مع كون يقدر هو بالحالة الطبيعية شي يصير، يصير ملامة على هذه الجارية ويغضب على هذه الجارية، لكن ضبط نفسه بأبي وأمي. يعلمنا الحلم، مو يجي إلى واحد شامي يقول له أنت الذي يسمى بالبقرة. شوف الاستهزاء، يعني ها؟ استهزاء. فقال اسمي الباقر، قال أنا أريد أغيظ أزيد، أنت ابن الطباخة. فقال تلك حرفتها، إذا صح كلامك تلك حرفتها. فقال أنت ابن السوداء الزنجية، شوف كل سب. فقال تلك ذلك لونها، قال أنت ابن بذية اللسان، قال يا هذا إن كنت قد صدقت غفر الله لك، وإن كنت قد كذبت، إن كنت قد كذبت غفر الله لك، وإن كنت قد صدقت غفر الله لها. شوف الأخلاق، هذا ما تحمل هذه الصعقة الأخلاقية، فش سوى؟ سلم وأذعن وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومال إلى الإمام سلام الله عليه. هذه الأخلاق، أخلاق هذه مو عادية، الواحد يملك غضب، يسب ويملك غضبه بأبي وأمي، هذا مو شيء عادي. وهكذا تجسدت هذه الصفة في علمائنا. يتصلون اثنين إلى واحد من العلماء، من الفقهاء، يقولون هذه القصة من فقهائنا القدماء يعني. اتصلوا إلى اثنين، قالوا إلى إحنا اثنين متعايين، شعدكم؟ قالوا إحنا متعايين إن لحيتك هذه أشرف من لحية الكلب، وأنتم بكرامة، أو لا أردى من لحية الكلب. الكل توقع أن هذا الشيخ شو يسوي؟ ينفعل عليهم وخلاص بقى يطردهم. لكن لا، تعلم من إمامه الباقر، قال له إيهن يا ولدي، اعلم أن هذه اللحية إن جازت على الصراط يوم تزل فيه الأقدام فإنها أشرف من لحية الكلب، وإن لم تجز على الصراط فلحية الكلب أشرف منها. سووا الكل بعد انصعقوا من هذه الأخلاق العظيمة، فاعتذروا للشيخ وقبلوا جبينه. هذه أخلاق مو الكل يتحلى بها، تحتاج إلى ميران تربية للنفس حتى تتجسد في هذه الأخلاق. مو واحد اجي للإمام سلام الله عليه الباقر يغشى مجلسه، كان كثير التردد على مجلسه، فقال له أتظن يا باقر، الظن يا أبا جعفر، ها الظن أني أنا أغشى مجلسك وأسمع لمحاضراتك، ها تفكر أن أنا أحبك يعني؟ لا والله، ما أحد أبغض إلي منكم أهل البيت. يقول أنا ما والله ما أحبك، لكني أغشاك لحسن أدبك وأخلاقك وجميل منطقك. ايش سوى الإمام؟ عامله بكل لطف، عامله بكل أخلاق، حتى أظهر الله، ها أظهر الله كرم الإمام عليه، فمال بعد ذلك إلى الحق. في قصة طويلة ما أريد أطول عليك، بعد كل أخلاق تتجسد، وإذا ما نتعلم منها إحنا ما نستفيد شيء. مو واحد يقول له الإمام، يقول له إن قلت عشرين، ها إن قلت واحدة قلت عشرين، فقال له إن قلت عشرين لم تسمع واحدة. إحنا شو نسوي؟
احنا نعكسها. قل له اذا قلت واحده بتسمع عشر. اخلاق اهل البيت، اخلاق هذه المنابر، لا تقول لا، قل اكظم غيظك، قل تحلم، خلك حليم، ها خلك حليم، والاجر على الله. مو واحد يروح الى قنبر ويسب قنبر، فقال له قنبر تو بيستعد الى الرد بعد، وسبني لابد ان ارد، فقال له امير المؤمنين مهلا يا قنبر، وقف، شو تسوي انت؟ مهلا يا قنبر، مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان. ثم قال سلام الله عليه: ما أرضى المؤمن الله بمثل الحلم، بعد ولا عوقب، ها ما عوقب هذا الشيطان إلا بمثل السكوت عن الشاتم، وبعد ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت. هذه تربية أهل البيت، هذه تربية أهل البيت. يخاطبني السفيه بكل حمق فأكره أن أجي أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وآخر مظهر، مظهر العبادة عند الإمام سلام الله عليه، كان بأبي وأمي ها عابدا، كان كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في تربية من الإمام الباقر لأولاده، يقول كان أبي محمد بن علي، كان أبي أبو جعفر يكثر من ذكر الله عز وجل، حتى أنه يمشي ولا يمنعه مشيه من ذكر الله، ويحدث القوم ولا يمنعه حديثه عن ذكر الله، ولقد رأيت لسانه لازقا في حنكه يكثر من قول لا إله إلا الله. المظهر الثاني، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كان يجمعنا أبي ها بعد الفجر ويأمرنا بالدعاء والذكر، وكان يأمر من يقرأ منا أن يقرأ، ومن لا يقرأ أن يذكر الله حتى طلوع الشمس. هذه تربية من؟ هذه تربية الإمام الباقر. الإمام الصادق يقولها هكذا؟ لا، يقولها على أساس يعلمنا أن نتعاملوا مع أولادكم بهذه الطريقة، تعاملوا مع أولادكم بهذه الطريقة. إضافة إلى ذلك يقول: كان خشاعاً في صلاته، إذا راح المصلى تغيرت ألوانه واصفر. بالإضافة إلى العبادة، هذه العبادة من الصلاة والصيام وذكر الله، أكو عبادة عندنا وهي عبادة الكد على العيال. يقول ابن المنكدر: ما رأيت أعبد من محمد بن علي، فوالله لقد رأيته ورمت أن أعظه فوعظني. شو السالفة يا ابن المنكدر؟ يقول رأيته ها في ساعة حارة من ساعات الظهيرة في نواحي من نواحي المدينة في بستان إله، وهو مستند إلى غلامين، يحفر الأرض عند مسحاة يشتغل في الأرض، فقلت له: شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة الحارة من طلب الدنيا، لو أدركك الموت ما كنت فاعل؟ فقال له: لو أدركني الموت أدركني وأنا على طاعة من طاعات الله، وأخاف كل الخوف أن يدركني وأنا على معصية من معصية الله. شي يقول الإمام: أكف بهذه الطاعة ها عنك وعن الناس، أكف بها نفسي. ولهذا في الروايات: ملعون من ضيع من يعول. البعض يفكر أن العبادة صلاة وصيام بس، وعيالة لا يضيعهم، وأكو البعض لا يتهرب عن المسؤوليات بالصلاة والصيام. تقول لزوجته: والله روح
جيب لنا هذا، روح اعمل. يقول لها لا، انا مجرد اصلي واحافظ على دعاء ها كوميل وغيره وخلاص بعد. هذه اخلاق اهل البيت سلام الله عليهم، العباده. ومن العباده ها، ومن السمات هذه اللي ظهرت على الامام سلام الله عليه من كرم، من حلم، من صبر، من عباده، ساد اهل زمانه حتى ان الركائب تناخ له بأبي وأمي، اجتمعت حوله الناس ها حتى أوغر صدر اللعين ها، طاغية أهل زمان، طاغية زمانه. أقول الروايات فهم بأبي وأمي ها، فهم بأبي وأمي الباقر ها، هم بأبي وأمي أن يدرس أكثر وأكثر. فجرت مشاحنة بينه وبين من؟ وبين زيد بن الحسن.